بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في انجيل لوقا اصحاح 17 وصلنا لعدد 20. اخر قصة سمعناها قصة العشر رجال بورس اللي شفاهم ربنا يسوع له المجد، ورجع واحد منهم سامري يشكر ربنا او يعطي مجدا لله. فكان تعليق ربنا يسوع له المجد: اليس العشرة قد طهروا؟ فاين التسعة؟ الم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله غير هذا الغريب الجنس؟ وتكلمنا عن انتظار ربنا للتسبيح والشكر، مش عن احتياج، الله لا يحتاج الى شكر احد، لكن لان ده معناه تقدير لعطيه ربنا، عرفان لفضل ربنا، وفي نفس الوقت معناه ان في علاقه حب بين الشخص اللي ده نعمه ربنا وبين ربنا. انما في ناس بتاخد العطيه وتجري، ما تشكرش، ما تحسش بالفضل. ثم قال له: قم وامضي، ايمانك خلصك. دايما ربنا يسوع له المجد من التضاع الشديد، ما بينسبش المعجزه لنفسه قد ما بينسبها للشخص. واحنا في المقابل لازم لما يحصل معانا حاجه حلوه ما نقولش احنا صلينا كويس، لا، نقول ده نعمه ربنا. يعني ربنا من التضاع وقال له ايمانك خلصك، انما ايمانه كان يعمل ايه لولا نعمتك يا رب. فالحب دايما كده، ربنا بيحبنا فبينسب لنا يعني الدور بتاعنا، يقول ايمانك خلصك. واحنا لاننا بنحب عارفين كويس ان احنا يعني دورنا محدود جدا، لولا نعمة ربنا ما كانش ممكن الواحد يتغير. برضو دي تؤكد ان الايمان هو بداية طريق الخلاص في اي حاجة. عشان الواحد يخلص لازم يبقى فيه ايمان. انما تلاحظوا ان ايمان العشرة مش زي بعض، يعني التسعة عندهم ايمان برضو، لكن لانهم ما رجعوش يشكروا ايمانهم في حتة نقص. هما ما صدقوا، خدوا العطية وجريوا، لكن ما تمتعوش بالكلمة دي ايمانك خلصك. وزي ما قالوا الآباء، يمكن التسعة خدوا الشفاء الجسدي لكن ما خدوش شفاء روحي. إنما العاشر ده اللي رجع يشكر تمتع برضا المسيح له المجد، وتمتع ببداية علاقة روحية، وتمتع بخلاص روحي. لكن التسعة دول ممكن يكونوا خفوا بالجسد بس، طب يا ترى خفوا بالروح؟ محدش عارف. ولما سأله الفريسيون متى يأتي ملكوت الله، أجابهم وقال: لا يأتي ملكوت الله بمراقبة، ولا يقولون هو ذا ها هنا أو هو ذا هناك، لأنها ملكوت الله داخلكم. يعني إيه؟ فرسين جم للمسيح له المجد يقولوا له: إمتى الملكوت هيجي؟ السؤال ده في أكتر من حاجة. أولا يدل على أن الفريسيين عندهم اعتقاد أن الله سيأتي، بيقولوا له الملكوت الله يجي إمتى، وعندهم اعتقاد في قيامة الأموات والحياة الأخرى. ودي واضحة في الأناجيل، أنه الفريسيين بالذات فئة من اليهود تؤمن بالقيامة، بينما في فئة تانية اسمها الصدقيون لا يعترفون بالقيامة ولا بالأرواح ولا بالملائكة. لما يسألوا متى يأتي ملكوت الله، السؤال معناه ان هم لسه ما اكتشفوش ان المسيح هو الله. ليه؟ كون المسيح جه يبقى قد اقبل عليكم ملكوت الله. في بداية الانجيل، انجيل مرقس، يقول قد اقبل عليكم ملكوت الله، قد اتى ملكوت الله. يوحنا المعمدان في بداية خدمته كان يصرخ في الناس يقول لهم قد ملكوت الله قد اقترب، على ان المسيح جاي وراه على طول. فنحن نؤمن ان الملكوت دخل هذا العالم بمجيء المسيح،
فإجابتنا للسؤال ده متى يأتي ملكوت الله، نقدر نقول للفريسيين الملكوت أتى لأن المسيح دخل عالمنا. فمن منظور معين احنا شايفين ملكوت السماوات دخل جه الدنيا من خلال ربنا يسوع. انما طبعا الملكوت لم يكتمل، لان دي ما تلغيش ان المسيح له المجد، هيجي في مجده في الاخر وتنتهي الحياة الارضية خالص وتبتدي الحياة الابدية. لكن الفريسيين بسؤالهم في حتة صح وحتة غلط. حتة صح ان في قيامة مستنينها، وفي حتة غلط ان هم مش رابطين المسيح بملكوت الله. عشان كده تلاحظوا بعدها بشوية هيقول لهم هيجي ايام هتتمنى يوم من الايام اللي انا عايش فيه على الارض. عاوز يقول لهم ايه؟ انتوا في الملكوت دلوقتي لاني انا معاكم، بس انتوا مش دريانين. فهما بيسألوا عن الملكوت الاتي وهو بيقول لهم ما هو ابتدى هو، بس انتوا عينيكم مقفولة مش شايفين. فيقول لهم على طول بعدها هتيجي ايام تقولوا فين ايام لما كان المسيح وسطينا على الارض. أجابهم وقال لا يأتي ملكوت الله بمراقبة. يعني إيه؟ مع أنه في حتة تانية دايما يعلمنا ربنا يسوع له المجد إن إحنا نستعد للمجيء التاني وننتظر المجيء التاني، مش كده؟ اسهروا لأنكم لا تعلمون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. طب إزاي لا يأتي بمراقبة يا رب وإنت قلت في حتة تانية اسهروا وانتظروا؟ هنا يقصد إيه؟ أن الملكوت يأتي بدون توقع، يعني يأتي فجأة، يعني ما تقدرش أبدا تعرف الساعة، ودي لسه هيوضحها بعد شوية. وملكوت السماوات لا يأتي بمراقبة، يعني يأتي سرا. المسيح له المجد دخل العالم في هدوء شديد جدا. العالم ما حسش بدخول المسيح. لما المسيح اتولد مين اللي حسه بيه؟ شوية رعاة، شوية مجوز جايين من آخر الدنيا يسألوا فين اللي اتولد ملك اليهود. إنما الدنيا نايمة مش دريانة، لأن الله ظهر في الجسد، حدث خطير جدا، الدنيا مش دريانة. فملكوت السماوات لا يأتي بمراقبة، يعني للأسف ما تقدرش تحط إيدك على اللحظة دي، حكاية مش في لحظة، إنما هو دخول هادي قوي. وبعدين يقول ها ملكوت الله داخلكم. هنا بقى حط مفهوم جديد للملكوت. إذا كانوا اليهود منتظرين الملكوت، يعني الله يأتي ممجدا على السحاب أو يوم القيامة، إنما الملكوت له معنى تاني، هو ملكوت داخل القلب، داخل الإنسان. بمعنى لما الواحد فينا يعيش مع ربنا يبقى ربنا ساكن جواه، يبقى هو دخل في الملكوت والملكوت دخل فيه. ابتدى الملكوت من هنا وهو عايش على الأرض. فين التعبير اللي قاله قداسة البابا في الشعر زمان؟ كل قلب عاش في الحب سماء. يعني ايه؟ يعني القلب اللي دخل في عشرة ربنا وحب ربنا هو نفسه بقى سماء، لأنه أصبح ربنا جواه. وإيه الملكوت إلا حضور ربنا؟ الملكوت ملكوت الله يعني ملك الله. إذا ملك الله على قلب إنسان وعلى داخله يبقى الملكوت دخل، ويبقى هو دخل في الملكوت. فلأن الفريسيين عايشين بالحرف ومستنيين معاد ولحظة، قال لهم الموضوع غير كده، ملكوت الله داخلكم، عشان كده أنتم مستنيين مستنيين. ده يبتدي دلوقتي، ده الشاطر اللي يدخل فيه دلوقتي، ده الشاطر اللي الملكوت يدخله من هنا. الملكوت مش هيجي غير للي دقوه، مش هيتمتع بيه غير للي لمسوه من هنا وهم عايشين على الأرض. دي شغلة القديسين وكتبوا فيها كتير، ملكوت الله الداخلي. الملكوت احنا فاهمينه بمعناه الحرفي، يعني يوم ما نروح السماء وتنتهي الحياة الجسدية الأرضية ونعيش بقى شايفين المسيح في مجده، حوالينا ملائكة وقديسين، والله يملك تماما، مفيش حاجة بقى ضد إرادة الله في السماء. إنما القصة دي تبدأ جزئيا من وإحنا على الأرض، تبدأ في حياة كل واحد على حد. في واحد يقرب من ربنا قوي فيملك الله على حياته،
يملك على تفكيره وعلى إرادته وعلى مشاعره وعلى علاقاته وعلى أهدافه. يبقى واحد بتاع ربنا. بتاع ربنا يعني إيه؟ يعني ملكوت الله دخله. فساعتها ده يتقال عليه يا ملكوت الله لا يأتي بمراقبة. ليه؟ ما هو ابتدى أوريدي، ابتدى في حياته من غير ما حد يحس. برضو لما يتقال في حتة تاني إن ملكوت الله ليس أكلا وشربا بل بر وسلام وفرح في الروح القدس. طب لما الواحد يعيش منها على الأرض من هنا في بر وسلام وفرح، يبقى دخل الملكوت حياته، يبقى ابتدى يلمس الملكوت. وانت واقف في القداس بتصلي، مسيح على المذبح، ملائكة حاضرين بس مش شايفينهم، فرحان بربنا، الناس الدنيا واللي فيها مش بتفكر في الأكل والشرب، يمكن حتى جسدك ناس انت واقف ولا قاعد ولا، وهيمان في ربنا. طب ما هو ملكوت، هو في ملكوت أحلى من كده؟ وانت دخلت الملكوت اهو، والملكوت دخلك. عشان كده المسيح له المجد. ما خدش المعنى الحرفي بس وقال لهم على معاد، او حتى كلمهم على طول على علامات المجيء الثاني، انما قال لهم استنوا، في حاجة اهم من انتظار معاد المجيء، هو دخول الملكوت النهاردة جواك. قبل ما يجي الملكوت في اخر الظهور، انت دخلت وانت هنا والملكوت دخلك وانت عايش، ولا انت ما تعرفش ملكوت الله؟ عشان كده تلاحظوا ان ربنا يسوع له المجد علمنا في الصلاة الربانية ان كل مرة نصلي نقول ايه؟ ليأتي ملكوتك. نقصد المعنيين، المعنى الداخلي اللي قال عليه ملكوت الله داخلكم، يعني يا رب املك جوه، غير جوه. انا جوايا عالم، عالم من المشاعر والافكار والاهتمامات. امتى تبقى انت الملك على الدنيا اللي جوايا دي؟ قبل ما تملك على الدنيا اللي بره، املك جوه. فليملك الله على حياته وعلى داخله، يبقى تبع لربنا فعلا. منين ما يجي المسيح ما اهلا وسهلا، يبقى فرحان بمجيئه جدا لان هو بتاع ربنا. فاحنا بنقول ليأتي ملكوتك اولا بمعناها الروح، بمعناها اللي علمه لنا ربنا يسوع، ها ملكوت الله داخلكم. فكأن الواحد بيقول في ابانا الذي، يا رب ليأتي ملكوتك فيا، ليأتي ملكوتك داخلي، كما في السماء انت ملك على كل شيء، تعال املك بملكوتك فيا، فيكون كل حاجة جوايا تبعك وملكك، ما تبقاش في حاجة غلط براك. في ربنا يسوع له المجد قال، يتكلم كإنسان زينا وقال رئيس هذا العالم آتي وليس له في شيء. هنا ده ملكوت كامل. بمعنى ايه؟ الشيطان ملوش في المسيح ولا حاجة. احنا بقى الى اي مدى الملكوت غزاك ودخلك؟ استنى لما نشوف رئيس هذا العالم له فيك ايه. لا ده هيطلع له فيك اشياء، له فيك قلق وخوف، له فيك اهتمامات مادية، له فيك كرامة وذات، له فيك خوف، له فيك كسل، له فيك حاجات كتير لسه. عشان كده بيقول انتوا مستنين الملكوت لما يجي على السحاب. طب والملكوت دخل حياتك ولا لا؟ ادي فكرة لا يأتي بمراقبة، ها ملكوت الله داخلكم. يا ترى وضحت ولا لا؟ يعني مش بس تستنى الملكوت، هو المسيح ما لغاش الفكر انه مجيئه قادم، انما ركز بالاولى على مجيئه اليوم في داخل الانسان، ملكه الان على حياة الانسان قبل ما يجي يملك على العالم كله. فعشان كده قال لهم ما تقعدوش تحسبه. يا ترى امتى؟ انت عارفين في ناس النهارده تقرا سفر الرؤيا وتقعد تتفنن كده، سفر الرؤيا وسفر دانيال، عشان يقعدوا يطلعوا من الحسابات ويحسبوها. قال يعني هيحسبوها، هيطلعوا اليوم اللي هيجي في ربنا. ما هو قال ما حدش هيعرف، ما عشان مش بيحسبوها بايمان، مش بياخدوا الكلام بايمان، بياخدوه بالعقل. فبالعقل يقول لك تعالى نحط احتمالات، الارقام دي تطلع ايه؟ طب هي الحكايه كده. هو قال لا يأتي بمراقبة، يعني لا تجتهدوا كثيرا في اكتشاف لحظة مجيئه، إنما عيشوا في ملكه الآن لكي تستعدوا لمجيئه. أدي فكرة لا يأتي بمراقبة، يعني ما تقعدش تحسب الساعة، دي مش هتفيدك، استعد لمجيئه.
فلتدخل الملكوت الآن عشان تبقى تبعه من دلوقتي. عشان كده قال هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص، يعني انت لا تملك إلا لحظة النهاردة. افتح الباب لربنا وخلي ملكوت الله داخلك، عشان يوم ما يجي على السحاب النهاردة بكرة بعد سنة بعد 100 سنة انت تبعه، لأن ملكوت الله داخلك. فيقول تاني: سأله الفريسيون متى يأتي ملكوت الله؟ أجابهم وقال: لا يأتي ملكوت الله بمراقبة، يعني ما تحسبلوش، ولا يقولون هو ذا هنا أو هو ذا هناك، لأن ها ملكوت الله داخلكم. صدقوني أنا الإجابة دي بتخليني أحس أن ربنا يسوع كان عارف أنها يطلع لنا ناس في آخر الأيام يقولوا الملكوت هنا أو هناك. تعرفين في بدعة جديدة اسمها الملك الألفي، الناس بتقول المسيح هيجي يبقى له مكان على الأرض ويلم ناسه حواليه ويبقى فيه ملك لله على الأرض في مكان ما. طب هو ده كلام المسيح سبق ورد وقال هيقولوا هو ذا هنا أو هو ذا هناك؟ الحكاية مش كده خالص. ها ملكوت الله داخلكم. في ناس تقول الملك الألفي ما ابتداش، لا، في إيماننا الأرثوذكسي الملكوت الألفي بدأ من ساعة ما المسيح جه على الأرض وتعلق على الصليب واتكتب عليه انه ملك، وانطبقت عليه النبوة الرب قد ملك، لبس الجلال لبس القوة، الرب ملك على خشبة، بدأ الملكوت والملكوت دخل نفوس الناس. ولا الشهداء دول ما حضروش الملك الألفي والرسل والقديسين، كل دول دخلوا في الملكوت. فالملك الألفي ببساطة هو ملك المسيح السري الداخلي على حياة أولاده، وده شغال من ساعة مجيء المسيح له المجد إلى مجيئه الثاني. احنا عايشين في الملك الألفي. كلمة الألفي ده رقم حركي رمزي زي ما احنا اعتدنا في سفر الرؤية، ما بناخدش الأرقام بحرفها لأنها كلها رموز، إنما إشارة إلى زمن طويل يملك فيه المسيح. ينتهي الملك الألفي بنوع من ثورة الشيطان الأخيرة، الجولة الأخيرة، فيحصل موجة ارتداد شديد وظهور المسيح الدجال، وبعدين يجي المسيح على السحاب ينهي القصة. هذه الفكرة ببساطة. فكأن ربنا يسوع نبهنا وقال لنا ما تصدقوش اللي يقولوا هنا ولا هناك، الملكوت جواكم، الملكوت داخلكم. احنا مش محتاجين مكان معين نقول المكان ده بس بتاع ربنا، لا، انت انسان بتاع ربنا منين ما تروح شايل الملكوت جواك. الملكوت ده حاجة جوه الواحد. تلاحظ زي ايه؟ زي مثلا امثال ربنا يسوع عن الملكوت. عايش انا مطول في الحتة دي لان ليها معنى مهم وفي اختلاف عليه من الطوائف. فامثال الملكوت يقول يشبه ملكوت السماوات خميرة اخذتها امرأة وخبأتها في 3 اكيال من العجين حتى اختمر العجين. يعني ايه؟ هل ده بيتكلم عن مجيء المسيح هنا؟ لا، ده بيتكلم عن ملكوت الله الداخلي. بيقول زي الخميرة اللي تحطها في عجين، بعد شوية تلاقي الخميرة عشان حية سرحت وخمرت كل العجين، يختمر الكل. هذه ملكوت الله، يدخل بذرة صغيرة حتة صغيرة شوية شوية تملى قلبك وتملى عقلك وتملى أهدافك ويبقى كلك بتاع ربنا. في الأول كنت بتدي نص ساعة، بقت ساعة، بقت ساعتين، بقت يوم، بقت 2، بقت حياتك كلها لربنا. ايه اللي حصل؟ ها ملكوت الله داخلكم. يبقى لما المسيح كان بيدي امثال عن الملكوت ما كانش بيدي بس امثال عن مجيئه الثاني، في امثال كتير عن كده، لكن ضمن الامثال كان بيتكلم عن ملكوته الداخلي. زي ها يشبه ملكوت السماوات بذرة اترمت في الارض، حبة صغيرة اصغر من باقي الحبوب، انما بعد كده طلعت شجرة ضخمة قوي. هنا بيتكلم عن مجيئه الثاني؟ لا، هنا الملكوت بمعنى برضه يبتدي صغير قوي تحط في القلب ويكبر يكبر يكبر وتبقى في الآخر شجرة كلها ثمار. يعني ملكوت الله داخلك لابد أن يثمر زي ثمر الروح: محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف. هذه الملكوت. يبقى ربنا يسوع له المجد لم يلغي أبدا أنه سيأتي ثانية، ما لغاش فكرة المجيء الثاني والملك الحقيقي على الكل، إنما ركز على ها ملكوت الله داخلكم. شغلتك النهاردة إنك تبقى تبع المسيح من النهاردة،
مش شغلتك تحسب يا ترى هيجي امتى، لا امتى عشان تستعد لمجيئه. خلي الملكوت يدخلك النهارده، خليك تابع ربنا في كل شيء، تحب الرب الهك من كل قلبك من كل فكرك من كل قدرتك، هو ده ملكوت الله الداخلي. يبقى ربنا ملك. في مزامير كتيرة قوي تقول الرب قد ملك، مزامير كتير اكتر من مزمور. هنا ما تقولهاش بس، في طبعا هي بنعتبرها مزامير نبوية عن مجيء الثاني لانه يملك في الاخر على الكل، انما ممكن تتقال النهاردة على حياتك انت وحياة اللي حواليك. لما تلاقي واحد راجع من حياة الخطية وسايب الدنيا وجاي مسرع لربنا، تقول في سرك الرب قد ملك. اخيرا ربنا قعد على كرسي وملك في حياة فلان الفلاني. لا يقولون هو ده هنا او هو ده هناك، لانها ملكوت الله داخلكم. وقال للتلاميذ ستأتي ايام فيها تشتهون ان تروا يوما واحدا من ايام ابن الانسان ولا ترون. كأنه بيعاتبهم ويقول لهم انتوا بتسألوا امتى يجي الملكوت، يعني عاوز يقول لهم هو انتوا مدرتوش ان انا جيت وجبت الملكوت معايا، هو انتوا لسه الملكوت ما دخلش لما جيت لكم بنفسي للارض، طب هتيجي ايام تشتهوا يوم من الايام اللي انا معاكم فيها. فاهمين المعنى؟ ده يؤكد ان المسيح هنا بيربط الملكوت بشخص، فبيقول ده انتوا هتشتهوا اللحظات اللي احنا فيها دي، ان الله له كل المجد. اللي الانبياء كانوا يشتهوا يتكلموا معاه، قاعد وسط الناس وبيتكلم مع الناس، فيقول لهم هتيجي ايام تشتهوا اللي انتوا فيه ده. تشتهون ان تروا يوما واحدا من ايام ابن الانسان ولا ترون. بعض القديسين ربطوها وقالوا المسيح له المجد كان محصن الكنيسة في الوقت ده ومش سايب الشيطان يهيج عليه. بعد صعوده بدأت الكنيسة تدخل في اضطهادات مستمرة وفي معركة مع الشر إلى آخر الدهور، فيرجع الواحد يقول فين أيامك رب يسوع، كنت وسطينا، كنت يعني مانع المشاكل عننا. واخدين بالكم؟ إنما طبعا كل حاجة بحساب، حتى لما بيسمح بمشاكل واضطهادات وكل حاجة under control، يعني هو ما رفعش ايده، انما هيشتهوا حضوره المحسوس والمنظور. ويقولون لكم هو ذا هنا او هو ذا هناك، لا تذهبوا ولا تتبعوا. مفيش اوضح من كده. حقيقة مهمة قوي لازم نعرفها كمسيحيين، اننا لا ننتظر مسيحا يمشي على الارض مرة اخرى. اي عشان واحد يقول لك انا هعرف المسيح الدجال ازاي، ده بيقولوا هيعمل معجزات، ما يعمل، انما بدل ماشي على رجلي على الارض يبقى كذاب، لان المسيح بتاعنا وعدنا انه جاي على السحاب، مش جاي يمشي على الارض ويقعد على الارض تاني. فالمأمورية سهل، انت خايف تحتار؟ لا مش هتحتار. اي واحد يعمل معجزات يقول انا مسيح يبقى كذاب مهما عمل معجزات، لان ربنا يسوع كلامه واضح، هو وعدنا انه جاي على السحاب. فيقولوا لكم هنا، يقولوا لكم هناك، لا تذهبوا ولا تتبعوا مهما كانت الإغراءات، لأنه كما أن البرق الذي يبرق من ناحية تحت السماء يضيء إلى ناحية تحت السماء، كذلك يكون أيضا ابن الإنسان في يومه. أظن ما فيش أوضح من كده. هو البرق بيبقى على الأرض، البرق يطلع في السماء تشوفه في لحظة وتشوفه في اللحظة الثانية في الناحية الثانية من السماء. المسيح له المجد كنور يأتي ممجدا على السحاب ومش هيتشاف على الارض تاني، وكل البشريه هتشوف. ويقول يوحنا الرائي سينظرون الى الذي طعنوه ويقولون للجبال اسقطي علينا وللاكام غطينا من وجه الجالس على العرش ومن غضب الخروف، لانه قد اتى يوم غضبه ومن يستطيع الوقوف. طب الكلام ده هيبقى على الارض؟ لا مش على الارض خلاص، ده الارض هتروح ساعتها هتنتهي. الأرض والسماء اللي احنا شايفينها كلها هتمشي، في أرض جديدة وسماء جديدة. فهنا ربنا يسوع بيأكد اللي مستني الملكوت ياخد الملكوت من دلوقتي في قلبه، وينتظر الملكوت اللي جاي من على السماء من على السحاب. والملكوت ساعتها احنا نطلع له، مش هو اللي ينزل بقى، احنا اللي نخطف مع الرب على السحب لملاقات الرب في الهواء. بولس يقول كده، وبعد كده نبقى مع ربنا على طول.
كما أن البرق الذي يبرق من ناحية تحت السماء يضيء إلى ناحية تحت السماء، كذلك أيضا يكون ابن الإنسان في يومه، يومه يعني يوم المجيء الثاني ده اسمه يوم ابن الإنسان. طب دقيقة واحدة، هو ابن إنسان، طب هو ابن الإنسان يأتي على السحاب؟ ده هو عاوز يفكرنا بكلمة قالها دانيال زمان قبل المسيح بستمائة سنة، قال رأيت مع سحب السماء وإذا شبه ابن الإنسان، شايفه جاي على السحب. يعني دانيال نفسه من قبل مجيء المسيح شاف مجيئه الثاني، شاف المسيح جاي على السحاب، شايف مجيئه الثاني. فلفظة ابن الإنسان دايما مقترنة في ذهن اليهود بنبوة دانيال أن المسيح هو ابن الإنسان الذي يأتي على السحاب ممجدا. ودي إشارة دقيقة إلى لاهوت، لأنه ما فيش إنسان عادي غير محدود بالشكل ده طبعا، لا، إنما بيستخدم لفظة ابن الإنسان تأكيدا على ناسوته، ويشرح مجيئه الثاني بشكل ممجد تأكيدا على لاهوته، يبقى هو نفسه ابن الله المتجسد. كذلك يكون أيضا ابن الإنسان في يومه. ولكن لسه في لكن، ايه قبل المجيء الثاني؟ ليه اللحظة دي لسه متأخرة؟ لسه في ولكن. ايه بقى ولكن دي؟ ينبغي اولا ان يتألم كثيرا ويرفض من هذا الجيل. ناس كثيرة تقول ليه ربنا سايب الناس كده؟ ليه المؤمنين دي قليلين؟ ليه العالم ماشي في سكة الحاد؟ ليه اللي بيتكلموا عن انبياء كذبة واخدين راحتهم؟ ربنا يسوع كده قال ينبغي اولا ان يتألم كثيرا. مفيش اوضح من الصليب ومن اضطهادات الكنيسة عبر العصور، هي حكمة ربنا كده. ويرفض، يبقى خطة ربنا كده، حكمة ربنا كده. تستغربوش ان العالم بيرفض المسيح بتاعنا، العالم المتكبر اللي عاوز ملك ارضي، مش عاجبه المسيح بتاعنا متواضع بتاع السماء، عاوز ملك على الارض، فلوس وجسديات وخلاص. انما احنا بتوع الروحيات وبتوع السماء وبتوع الصلاه والصوم، احنا ما عجبش حد. فبيقول ينبغي اولا ان يتالم كثيرا ويرفض من هذا الجيل. الجيل ده بقى ايه؟ من جيل الى جيل كما كان وهكذا يكون، محدش عارف اخره الجيل ده ايه. وكما كان في ايام نوح، هنا ربنا يسوع هيتكلم عن مجيء الملكوت او المجيء الثاني اللي هو يوم الدينونة اللي هو يوم القيامة، هيدي مثالين من التاريخ، ودي برضو نقطة مهمة قوي هترد على كذا تساؤل. المثل الاولاني مثل الطوفان بتاع نوح، والمثل الثاني مثل سدوم وعمورة، عشان يربط ان يوم الدينونة يوم المجيء زي يوم الطوفان وزي يوم سدوم وعمورة، كأن دول كانوا بروفا اليوم الكبير. اولا دي تؤكد حاجة، ان قصة نوح والطوفان لم تكن اسطورة. النهاردة العالم الغربي مالي الانترنت تهم ان دي شوية اساطير والانجيل شوية اساطير. لا، المسيح له المجد، ما بيحكيش في اساطير. الهنا اله حقيقي جه في التاريخ وكلمنا عما حدث في التاريخ. فلما قال لنا في أيام نوح، إذا نوح مش شخصية وهمية زي ما بيقولوا، ولا الطوفان قصة للأطفال أسطورة زي ما بعض الناس ابتدت تقول، لا، حقيقة حصلت. إنه في يوم من الأيام كان في عالم عايش، كان العدد مش كبير، وربنا غضب عليهم بسبب الشر اللي هو فيهم، ونزل بطوفان فنى الكل، ولم يخلص إلا ثماني أنفس، ثمانية بالعدد، عشان دول اللي كان عندهم الإيمان بتاع نوح ودخلوا في الفلك. عاوز يقول هي الدينونة كده، هيبقى فناء للعالم، إنما في أبرار سيخلصوا وفي أشرار سيهلكوا. كما كان في أيام نوح كذلك يكون أيضا في أيام ابن الإنسان. كانوا يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون إلى اليوم الذي فيه دخل نوح الفلك وجاء الطوفان وأهلك الجميع. حكاية يأكلون ويشربون يزوجون ويتزوجون إشارة أنه لم يكن أحد يتوقع الطوفان،
بالرغم ان نوح ما بطلش يقول ان في طوفان، وبالرغم ان نوح كان بيبني الفلك على جبل وليسألوه بتعمل ايه، حد يمشي يحط مركب على جبل، اللي يبني مركب يبنيها جنب البحر، يقول لهم معلش المية هتعلى 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 وهتشيل المركب من فوق الجبل، يضحكوا عليه زي ما بيضحكوا علينا دلوقتي لما تقول لهم بس احنا عايشين عشان المسيح جاي وعشان في حياة ابدية، يضحكوا عليك ما يهمكش، ابني مركبتك على الجبل وخليهم يضحكوا عليك مش ما يهمكش. هي نفس المعنى، تلاقي الناس كلها تقول ايه ده ماله عمال يروح كنيسة ويقرأ انجيل ويصلي ويخدم، ما يحاول زي ما الناس بتحاول وما يعمل زي ما الناس بتعمل. لا، كما كان في ايام نوح، نوح كان بالنسبة لجيله شخص يعني مجنون، ايه اللي بيعمله ده؟ لكن هذا المجنون دان العالم كله، هو الوحيد اللي طلع معاه حق، والغالب كل العالم اللي حواليه هلك، بس كان بركة لأولاده كمان لأن أولاده مشوا معه ودخلوا المركب. كما كان في أيام نوح يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون، بالرغم أن ربنا يسوع عد علامات قبل مجيئه، لكن لغاية لحظة مجيئه ستكون لحظة لا يتوقعها أحد، لأن ربنا قال كده، قال سيأتي في ليل كلص في الليل، فقالوا اسهروا اسهروا يعني استعدوا لأن المسيح جاي. طبعا دي بتحصل يا جماعة كمان في حياة كل واحد على حدة لما حياته تنتهي، لأنه ممكن يبقى يأكل ويشرب وفجأة يروح، أو يعني يكون لسه الحياة طبيعية وفجأة يخرج شخص من عالمنا عشان يقول هي كما كان وهكذا يكون. كل مرة أسمع اللحن ده في القداس، تعرفين كما كان اللحن بتاع كما كان ده، عشان تفتكر انه مفيش جديد في القاعدة دي. الجيل اللي قبلك حد منه قاعد؟ طيب يبقى الجيل بتاعنا محدش منه هيقعد، خلي بالكم. والجيل اللي فات طلعوا النصحين فيه هما اللي مسكوا في ربنا، اما المغفلين كانوا كتير قوي ومسكوا في الدنيا وسابوها غصب عنهم. وكما كان ربنا بيستر على اولاده وبيحرس كنيسته في كل جيل، هكذا يكون من جيل الى جيل، مش هيسيب كنيسته ابدا، مش هيسيب ولاده ابدا. فكما كان دي كلمة جميلة مليانة تأملات في القداس. يقول وجاء الطوفان وأهلك الجميع، كذلك أيضا كما كان في أيام لوط، مثل آخر للدينونة. وهنا يجي سؤال مشهور اليومين دول برضو على الإلحاد من الملحدين، يقولوا لو كان ربنا بتاعكم ده طيب يبقى في قصة نوح وقصة لوط وسدوم وعمورة وحرق ونار وكبريت. طبعا مش في دينونة. واحنا لما بنقول ان ربنا طيب ما بنقولش ان ربنا عادل، ربنا عادل وبيكره الشر، ومع طول باله وطول اناته سنين انما هو عادل بيكره الشر وبيجازي الاشرار. ودانا مثل واضح قوي في التاريخ في قصة الطوفان وفي قصة سدوم وعمورة. النهاردة كونه ما جابش طوفان وما جابش سدوم وعمورة مش معناه ان ربنا اتغير، لا، ربنا ساكت، انما في دينونة تنتظر الاشرار لا تقل قوة ابدا عن سدوم وعمورة ولا عن الطوفان، عشان يقولوا اله العهد الجديد طيب واله العهد القديم قاسي. لا، انما الدينونة جت واضحة ومباشرة في العهد القديم عشان الناس تشوف بعينيها جزاء الشر. احنا بقى اللي جينا في اخر الايام عندنا القصص دي كلها، مش محتاجين نشوف بعينينا تاني نار وكبريت، لازم نصدق ان هناك جهنم تنتظر الاشرار، المفروض نتوب، لان عندنا بدل الدينونة اكثر من دينونة في التاريخ تأكيدا على ان الله محب البشر يكره الشر وان في عقاب للاشرار. فيقول كما كان في ايام لوط، برضو بتوع لوط دول سدوم وعمورة، كانوا يأكلون ويشربون ويشترون ويبيعون ويغرسون ويبنون، ولكن اليوم الذي فيه خرج لوط من سدوم أمطر نارا وكبريتا من السماء فأهلك الجميع. مين اللي بيتكلم؟ ربنا يسوع. يبقى بيشرح لنا الأحداث اللي حصلت زمان، بيوفر علينا الاجتهاد والتفسير. انت رب حكمت، ايوه حكمت بعقاب الأشرار،
انت ذاتك الديان. ايوه انا الديان اللي هحكم في اخر الايام. عشان كده يجي في حته تاني يقول ستكون لسدوم وعموره حاله اكثر احتمالا. يا كلام يخوف. اذا كنا احنا بنقول سدوم وعموره دي قصه مرعبه، نار وكبريت ياكلوا بلد، وما اللي يبقى جزاء الاشرار في العهد الجديد مخيف طبعا، مخيف. فأهلك الجميع، هكذا يكون في اليوم الذي فيه يظهر ابن الإنسان. يبقى يوم مجيء المسيح على السحاب هو يوم دينونة للأشرار ويوم مكافأة للأبرار، هو نفس اليوم. عشان في ناس بتقول الدينونة مراحل، ما عرفش جابوها منين، لا هو يوم واحد. في نفس اليوم اللي يحصل فيه دينونة للأشرار يأخذ الأبرار المكافأة الأبدية والأجر السماوي، يدخلوا السماء. فيكون في اليوم الذي فيه يظهر ابن الإنسان. في ذلك اليوم قل لنا رب نعمل ايه في اليوم ده، او كيف نستعد لذلك اليوم. من كان على السطح وامتعته في البيت فلا يأخذها. ايه حكاية اللي على السطح ما ياخد من الامتعة؟ مقصود بيها ان الشخص اللي طلع لفوق بقت عينه على ينتظر مجيء المسيح له المجد. الشخص اللي طلع السماء، اللي طلع على السطح، يعني زي اللي تعرفين اللي على السطح ده قاعد يترقب، يعني عايش في استعداد، عايش في انتظار. مش يوم ما تقرب الساعة ينزل يعد فلوس. انت سبت فلوسك وسبت امتعتك وطلعت طلعة حلوة وبقى مكانك على السطح، يعني ايه؟ بقى مكانك مع المنتظرين المتوقعين مجيء المسيح. ما تنزلش، ما تنزلش تاني. انت طلعت خطوة حلوة، حطيت رجائك في السماء وبقيت عايز تنتظر مجيء المسيح. ليه تنزل تشوف امتعتك؟ امتعتك ايه؟ ما انت شفت لوط ساب امتعته اتحرقت، وشفت الطوفان ما سابش لحد حاجة أبدا. هتبص في الأمتعة وهتفكر في الفلوس. والذي في الحقل، الحقل دايما رمز للخدمة أو للعمل مع ربنا، الشغل بتاع ربنا، اللي حاطط إيده مع إيد ربنا عشان يجيب ناس ويحصد نفوس ويخلص على كل حال قوما، لا يرجع إلى الوراء. بقى أنت بتشغل مع ربنا تقوم تسيب الخدمة وترجع ورا تفكر في الأكل والشرب والفلوس. بمعنى إيه؟ حاسب لو كنت ابتديت السكة صح وبقيت من منتظر الملكوت وطلعت على السطح، يعني تساميت عن الأمور الدنيوية وخرجت للحق، يعني انشغلت بالشغل بتاع ربنا، ترجعش لورا، ما تنزلش لتحت، ترجعش لورا وما تنزلش لتحت. خلي عينك قدام، كمل المسيرة اللي ابتديتها للآخر. وهنا تتقال آية خطيرة وجميلة أو يقول اذكروا امرأة لوط. اذكروا امرأة لوط. ايه حكاية امرأة لوط؟ اظنكم عارفينها. لوط لما جاله الملكين من قبل الله كانوا جم على شكل رجلين وتلموا أهل سدوم وعمورة حوالين البيت، وفي منتهى الإباحية والشر طالبين الرجالة دول يعتدوا عليهم، اعتداء جنسي يعني شذوذ. طبعا لوط يعني راجل مضياف زي ابونا إبراهيم وحاول يدافع عنهم، لكن الناس دول ناس ما عندهمش أخلاق بتوع سدوم وعمورة. فالملكين دخلوه قفلوا الباب وقالوا له لم حالك ولم ناسك، احنا معانا مأمورية ان ناخدك ونطلع بيك بأسرع ما يمكن، البلد دي مسافة كم ساعة هتتحرق. فبدأ يتلكأ، عشان كده بيقول ما تقعدوش تلموا حالكم. الظاهر كانت مراته ايه بتدور على الذهب، والعيال كل واحد يقول كلمة، والملاكين فاهمين اللي هيحصل وهم يستعجلوهم، وهو يدلعوا شوية قاموا مسكوهم من ايديهم وطلعوا بيهم. وطبعا ضربوا الناس اللي بره بالعمل لان كده كده هم عميان مش شايفين حاجه. وقالوا لهم اهم وصيه، قالوا ايه؟ ما تبصوش ورا،
ترجعش ورا، اوعى تبص ورا. عارفين يعني ايه تبص ورا؟ يعني تتحسر. في واحد يمشي مع ربنا وبعدين يتحسر. فكركم مين اتحسر وربنا صعب عليه قوي؟ اهل شعب اسرائيل. طلعوا في الصحراء وشافوا العز كله، شافوا عمود نار ماشي قصادهم، شافوا المية بتقف سور تحميهم، شافوا صخرة بتطلع مية، شافوا أكل نازل من السماء. وبعد شوية بقوا يتحسروا يقولوا فين البصل والكرات بتاع مصر؟ هذا اللي اتحسروا عليه. فضربتهم حياة سامة. ليه؟ بصوا ورا، رجعوا تاني يبصوا ورا، يعني يعيش حياة قديمة أو يشتهي شهوات جسدية اتخطاها وطلع منها إلى حياة مقدسة. فقال لهم اوعوا تبصوا ورا. مرات لوط طلعت وبقوا الملاكين ماسكينهم في ايديهم، وطبعا نسايب لوط محدش رضي يطلع، كلهم اتحرقوا، مفيش غير البنتين وامهم ولوط، وحتى كلهم يعني مفهومش غير لوط اللي عنده ايمان، حتى البنات طلعوا بالغصب مع ابوهم، والام اهي امرأة لوط كان ايه مصيرها؟ مشيت وبقوا الملاكين يجروهم جر، مش من رحمة ربنا، وعشان يقدر يقول لابونا ابراهيم يعني انا مرضتش ازعلك، انقذت لوط عشان خاطرك، لان ابونا ابراهيم كان قلبه وجعه جدا على ابن اخوه على لوط، فكان بشفاعة ابونا ابراهيم لوط نجي. امرأة لوط بصت ورا وصارت عمود ملح، ماتت، هلكت بطريقة اخرى. ان لم تهلك في نار وكبريت سدوم وعمورة، هلكت في السكة لأن قلبها كان في صدوم وعمور. هذه فكرة اللي يطلع الحقل لا يرجع إلى الوراء، واللي يطلع على السطح ما ينزلش ياخد حاجة من البيت. اذكروا امرأة لوط. زي في إنجيل متى يقول من يضع يده على المحراث لا ينظر إلى الوراء. فعش تبقى تشتغل في الأرض وتحرث تبص ورا تبص كل حاجة، يعني ما ترجعش الوراء. الخطوة اللي خدتها ما ترجعهاش، سبت خطية ما ترجع لهاش، وعدت ربنا وعد ما ترجعش فيه، كمل المسيرة لقدام. اذكروا امرأة لوط، من طلب أن يخلص نفسه يهلكها ومن أهلكها يحييها. يعني ايه؟ في واحد أصله يخاف من سكة ربنا، يقول دي متعبة، أنا عاوز ارتاح، عاوز اريح نفسي. فربنا يسوع يقول له ايه؟ خلي بالك، اللي هيطلب يخلص نفسه، هنا يخلص نفسه بمعنى يريح نفسه، يريح نفسه من الشقة ومن التعب، يبقى بيهلكها. عاوز تريح نفسك، عاوز تدلع نفسك، انت بتضيع نفسك. اما من اهلكها، يعني شد على نفسه وغصب على نفسه وخدها بجد بالطريق الروحي، ينقذها يخلصها. بتحب نفسك ما تسيبهاش تعيش العيشة بتاعت الناس دي، عيشة مهلكة خباعة، كلها ريموت كنترول بس ما فيهاش حياة أبدية، كلها شهوات جسدية بس مش هتوصل غير للتراب. لكن انت خليك ناصح، حتى لو أهلكت نفسك من أجل المسيح فأنت تحفظها للحياة الأبدية. بهذا الشعار تقدم الشهداء للموت، لأن الشهيد كان يقولوا له إيه؟ ارحم نفسك. ارحم نفسك يعني ايه؟ بلاش بلاش تقول انا مسيحي وخلاص. فكان يقول ايه؟ من يخلص نفسه بطريقتكم يهلكها، اما من يهلك نفسه فهو يخلص. ويدخل الشهيد من دول يقول انا مسيحي وتقطع رقبته، اهلك نفسه ولكنه خلص. واحد بيصوم وبيصلي وبيتعب، صوم وصلاة وخدمة، يقولوا له ارحم نفسك، لا ده هما بيقولوا له كده عشان يهلك نفسه، انما هو يقول لا انا بهلك نفسي اليومين دول عشان احفظ نفسي للحياة الابدية. صدقوني الواحد مش عارف، احنا بنكره نفسنا ولا بنحب نفسنا؟ احنا لو بنحب نفسنا ما ندلعهاش، ما نخليهاش تعمل زي ما الناس بتعمل، نشد عليها ونزقها زق في طريق الملكوت، زي الإصحاح اللي فات لما كان يقول إيه؟ كل واحد يغصب نفسه إليه، يعني زق نفسك زق هتسيب الملكوت. شوف الملائكة كانوا يقولوا بيجروهم جر،
بيشد لوط من ايديه جار، لان لو اتسابها يتحرق. صدقوني احنا لو ادركنا ان كل الضيقات والتجارب اللي بتيجي علينا هي دي عملية الجر، ده ربنا بيجرنا جار عشان ما نتحرقش بنار جهنم، وبيزنق علينا، لكن كل ده عشان خلاص نفسنا، ونقول له يا رب قال ليه بتعمل كده، وهو يسكت. هيقول ايه؟ ما هو ما ابعد احكامه عن الفحص. يقول لما يوصلوا السماء يبقوا يعتذروا عن كلمة ليه، يبقوا يقولوا سوري ما كناش فاهمين حاجة. انما الناس اللي بتقول ليه النهاردة مش شايف ان ربنا بيعمل كل حاجة بما فيه الضغط والزق عشان ندخل السماء. من طلب ان يخلص نفسه يهلك، ومن اهلكها يحييها. اقول لكم انه في تلك الليلة، الليلة دي تفكرنا بكلمات ربنا يسوع المسيح ان لازم تسهروا، هو قال يوم وقال ليلة، عشان كده ما حددش ساعة، عشان يقول ايه يمكن يجي بالليل، يمكن يكون مجيئه بالليل. او الليل دايما اشارة لظلمة هذا الدهر، يعني ربنا يسوع هيجي والدنيا لسه ضلمة، يعني في ناس كتير هتبقى في الشر برضه. في تلك الليلة يكون اثنان على فراش واحد، فيؤخذ الواحد ويترك الآخر، تكون اثنتان تطحنان معا فتؤخذ الواحدة وتترك الأخرى، يكون اثنان في الحقل فيؤخذ الواحد ويترك الآخر. يعني تقصد ايه رب؟ يعني في اليوم ده هيبقى في فرز، في تمييز، حتى لو اتنين قاعدين جنب بعض، عشان ملكوت الله الداخلي ممكن يبقوا اتنين ظروفهم زي بعض، بس في واحد جواه الملكوت الداخلي والتاني ما جواهوش، في واحد جواه نور الروح القدس وفي واحد مطفي من جواه، في عذراء حكيمة وجنبها عذراء جاهلة، الاثنين شبه بعض بالضبط من بره، ظروفهم واحدة، انما يحصل فرز، بينونة، يؤخذ الواحد ويترك الاخر. لدرجة بعض القديسين قالوا فراش واحد اشارة للزواج، ده يمكن ربنا ما يسمحش زوج يبقى بتاع ربنا وزوجة ما تبقاش، او العكس، فراش واحد يؤخذ الواحد ويترك الاخر. أو بعضهم قالوا دي إشارة للأغنياء اللي على الفراش، قد يكون هناك غني يؤخذ للملكوت وغني آخر يترك للهلاك. مش كل اللي على فراش مصيرهم الهلاك، ومش كل اللي على فراش مصيرهم السماء. إذا كان إدى طبقة الأغنياء دخل على طبقة الفقراء، اثنتان تطحنان، عملية الطحن دي بتاعت الغلابة، كانوا يطحنوا الحبوب في البيوت ويخبزوا، شغلانة ناس على قدهم، فيقولوا ماله حتى في الفقراء. اثنين ستات يطحنوا معا، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى. مش كل فقير رايح السماء، ومش كل غني رايح السماء. أين ملكوت الله؟ وده اللي هيحدد. فين الزيت اللي في أواني العذارة؟ في عذارة كلهم شبه بعض، بس في حكيمات عندهم زيت، عندهم روح قدس شغال جواهم، وفي ناس ما عندهمش، عندهم روح قدس مطفي، او ما عندهمش الروح القدس ما خدهوش. يكون اثنان في الحقل، ربنا يرحمنا، هذه اشاره للخدام، الخدام اللي بيخدموا، اثنين بيشتغلوا مع ربنا، ولكن يؤخذ الواحد ويترك الاخر. حتى الخدام مش كلهم هيوصلوا السماء، حتى اللي بيشتغلوا مع ربنا، يا ترى في ملكوت في قلبه ولا ما فيش؟ هي دي الدينونه. في تلك الليلة، عشان كده اللي مشغول بالليلة دي دايما يطلب ويرجو ربنا ان يكون من الذين يؤخذون، يعني يطير مع ربنا على السحاب، مش يكون نصيبه مع الارضيين. كمان حكاية في تلك الليلة خلت الكنيسة القبطية، كنيستنا من اجمل، يعني اجمل كنيسة في الدنيا، حولت الانجيل الى صلوات، فتقوم في نص الليل تشتغل على الموضوع ده، وتقول ما فيش نوم، احنا مش بتوع نوم، تقسم الليل ثلاث قطع، 9 12 3، عشان تشغلنا بالسهر، وتقعد تفكرنا بالحاجات دي. المسيح جاي، جاي كعريس في مثل العذارة، وجاي كرئيس في مثل الوكيل،
وجاي كمحب للخطاة في مثل المرأة الخطية، وكل هجعة أو كل هزيعة من دول تحط لنا في إنجيلي يفكرنا بالسهر ويكثر الليل، يعني يقول إحنا مش بتوع الظلمة، إحنا اللي هنستنى عشان نبقى مع اللي تؤخذ مش اللي تترك. فأجابوا وقالوا له، طبعا الكلام هنا عن المجيء الثاني، إنما على قد تفكيرهم، شوف ربنا يسوع قال ما تسألوش هنا ولا هناك، والمجيء الثاني مش هيبقى على الأرض، هيبقى على السحاب، وزي البرق من أول السماء لآخرها. بعد كل ده يسألوا سؤال غشيم ويقولوا إيه؟ أين يا رب؟ أين؟ أنتوا ابتديتوا الإصحاح بمتى وانتهيتوا بأين؟ متى طلعت ملهاش حل تبتدي من دلوقتي بملكوت الله فينا؟ وأين قال ملهاش مكان على الأرض؟ فربنا يسوع له المجد ختم كلامه قدام السؤال اللي يدل ان هم لسه مخهم قافل مش مستوعبين بعد كل الكلام ده. يقول اين؟ ما قلنا في السماء. الدينونة هتبقى على مرأة ومسمع من كل الاجيال وكل الاماكن. قالوا له اين يا رب؟ اين موضع الدينونة؟ فقال لهم حيث تكون الجثة هناك تجتمع النسور. يعني ايه؟ برضو المثل ده محير، يبدو كان مثل يهودي يعني زي شعار كده، فربنا يسوع استخدمه هنا. أغلب الآباء حبوا كلمة النسور لأن النسر في الكتاب رمز للشخص الروحاني القوي. النسر يعتقد أنه أقوى طائر، أقوى طائر. فيقول الذي منتظر الرب، أشعياء 40، منتظر الرب يجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور. منتظر الرب، يبقى هنا ماشية مع الموضوع. ليه؟ اللي مستني ربنا، اللي مشغول بالملكوت هيبقى زي النسر. طب والنسر يطير امتى؟ لما يلاقي الجثة. من اتضاع ربنا يسوع له المجد قال لما يشوف المسيح المصلوب، المسيح اللي مات عشان كل البشر. ينظرون إلى الذين طعنوه، تلاقي النسور طارت عليه طير. كل القديسين الروحيين الذين ينتظرون الرب جيلا بعد جيل يجددون قوة، فيطيروا في اندفاع عشان يحيطوا بالمسيح المصلوب الممجد المنتصر قائم كأنه مذبوح. فكأن الكلمة دي إشارة أن المسيح له المجد. إن كان في نظر العالم هو ميت، خلي بالكم، إنما في نظر النسور هو أصل ومصدر الحياة كلها، هو اللي يطير عليه النسور. مسحنا حي نبقى إحنا نسور ننتظره، إنما بالنسبة للعالم المسيح مات، عشان كده هم مش نسور، لا يعنيهم مجيئه. فنحن ننتظر المسيح له المجد اللي في عينين الناس مات في يوم من الأيام، ولكننا نثق ونؤمن إلى الأبد أنه قائم ولا يموت إلى الأبد، أنه حي إلى الأبد. عشان كده حين يأتي هذا الذي اعتقدوا أنه مات، الجثة، فهمتوا الفكرة؟ اللي اعتقدوا أنه مات، تيجي كل النسور والطير وتهف عليه وتلتقي به. فلما بيقولوا له أين يا رب؟ فين بقى هتاخد ناس وتسيب ناس؟ قال لهم حيث تكون الجثة هناك تجتمع النسور. الإصحاح ده مليان معاني مهمة، أختم بس بفكرة واحدة، إنه في ناس في العهد الجديد أو في الكنيسة مش بتحب تتكلم عن الدينونة بادعاء إن المسيح هو الله المحب، ودي حقيقة طبعا، لكن هل المسيح المحب ما تكلمش عن الدينونة؟ نتكلم. نحن نخطئ إن لم نتكلم عن الدينونة، لأن دي حقيقة أعلنها المسيح. نغش الناس لو أنكرنا في كلامنا إن المسيح اتكلم عن الدينونة واتكلم عن الفرز واتكلم عن هلاك الأشرار. ربنا ما يسمحش لحد. إنما إحنا تبع الملكوت المعد، يعني خلي أملنا ورجائنا إن إحنا تبع الناس النسور. خلينا نعيش كالنسور، خلينا نطلب أن نخلص نفوسنا فنهلكها من أجل المسيح.
في نفس الوقت ما نصدقش لما نلاقي الدنيا ماشية عادي كما كان وهكذا يكون، فيقولوا لنا أين هو موعد مجيئه من ساعة ما الدنيا ابتدت زي ما هي شغالة. تفتكر على طول اللي قاله المسيح، كما كان في أيام نوح يأكلون ويشربون يزوجون ويتزوجون هكذا يكون مجيء ابن الإنسان، وكما كان في أيام لوط يبيعون ويشترون يغرسون ويبنون هكذا يكون مجيء ابن الإنسان. هيجي فجأة. مش معنى أن الدنيا ماشية منتظمة أن المسيح مش جاي، أو أن الكلام ده مش حقيقي. الذي يؤمن أن المسيح وعد ووعد صادق سينتظر الرب، ومنتظر الرب يجددون قوة ويرفعون أجنحة كالنسور. لإلهنا كل مجد وكرامة.